ما قصرت ابدا. ما في يطول، جاي بس اطمن عنكم. بسط شفتك امير، باي باي. الله معك. انت ما بتعرف هيدي المره قد ايه بتعزك وما ناقصها وجع قلب. اللي عملته معي ابن بطني ما عمله. لكي وين صرنا؟ ايه والله مين كان بيقول رح نوصل لهون؟ الحياة دايما بتحب تفاجئنا. مرحبا، شو هي؟ شو عم بيصير؟ ما انك شايف عم تفضي المحل ورح نسلمه بعد يومين. هيك بهالسرعة؟ طيب ما علينا نرجع نجرب نحكي مع زلمة بركي بيمشي الحال. ما في فايدة، لا تعذب حالك. صباح الخير. أهلين أبو زهير. روى، أنا كنت بدي أحكي معك بهاليومين، مثل ما أنك شايف عم نفضي المحل وخلص رح نسلمك يا وستور. ما شفت منه. ما تفضي شي، بس هدول الأغراض كلهم إلي أنا، لما أخذت المحل كان فاضي. لا بقصد ما رح تفضي المحل، رح تبقي فيه وعلى الإيجار القديم. شو اللي غير رأيك؟ هو صحيح إجا وعلى صوته علي، بس بصراحة كلامه أثر فيي كتير. أنا كل الليل مبارح ما عرفت نام. بتعرفوا أبو زهير، بحب دايماً نام مظلوم، أبداً ما بنام ظالم. بعدين يا ست ميادة، أنت من ريحة المرحوم يعني. بصراحة ما هين علي زعلك أبداً. حكيت أنا وإخواتي قناعتن رح تبقي بالمحل. الله رزقنا بحسنتك إن شاء الله. الله يرضى عليك وعلى اخواتك، ما قصرت. وانت كمان ما قصرت ابدا. اللي عملته معي ابن بطني ما عمله. معناتها أنا رح أحضر لك العقد وأبعث لك إياه، تمام؟ يعطيك العافية. شكرا. لحظة بس. إيه سيدنا؟ رح أبعث لك هلا عنوان جواد. الشباب موجودين هونيك. بس الضابط المناوب ما قادر يطلع. فما عندي حدا غيرك أديك الألعاب المهمة. تطلع لهونيك بتضلك مع الشباب وبتفتح عيونك منيح، اوكي؟ امرك. وما تعطي الهم شيء. الله يا وسوف. اي والله يا معلم. عمر، هاي. شو عم بصير هون؟ هون عادة هيك كل يوم حفلات وأعراس. عقبالك؟ لا أنا طولي بالك علي بكير. أهلين وسام. أهلا فيكي، شو كيف صرتي؟ الحمد لله أحسن. تفضل، ليش واقف هون؟ لا والله ما في طول، جاي بس طمن عنكم. و تعرف ما عم تروح من بالي هذيك الأيام نهائيا. تصدقوا يا خليكي نور، بنزل لوحدي. أهلين، شرفت مبين.
لا انت شو عم تعمل هون؟ والله خبرونا انه في واحد مجنون مقوص على حاله وفاجينا نتحرى على الموضوع. ليك ولا عائلتي بتبعد عنا، عم تفهم؟ ايه وما بعدت، شو رح تعمل؟ ليك لا تجربني، عن جد لا تجربني. بتشوف مني شي ما يعجبك بنوبة. أمير حبيبي غلي قلبي عليك. يلا بالإذن، بسط شفتك أمير. باي باي. الله معك. تاني مرة إذا ما بترد على موبايلك بدي أزعل منك كتير. ها حدا بينسى تليفونه هالأيام؟ شو كأنه التحقيق رح يضل على الباب يعني؟ لا كون جيت بوقت غير مناسب، إذا بدكم برجع. لا فوت فوت. وعم بدك تروح يا أمير، وراك وراك. يا عيب شو مالك؟ شوفي ما عم بفهم. كيف فيك تفوت على حياة مرة بتعاملك كأنك ولد من ولادها وأنت مقوص على ابنها؟ كيف فيك تكون بوجين؟ وشو عم تحكي أنت؟ أنت يلي قوصت على أمير. شو هالتخبيص؟ شو عم تخبصي؟ ري هيدي الورقة وقل لي إذا تخبيص ولا لا. شو هي؟ مين عطاك إياها؟ زلمة تركها بالمطعم وفل. كتر خير الله إنه طلعت ميادة ما شافتها وإلا كانت راحت فيها. أنت ما بتعرف هيدي المرة قديه بتعزك وما ناقصها وجع قلب. شو طلعت رخيص؟ نور؟ نور معلية تروقي شوي؟ روقي لنقدر نحكي كلمتين. شو طلعت هبيلة؟ قال انبسطت لك بإنجازك يا بطل وانت طلعت مقوص على أمير؟ مش حدا تاني؟ اف نور بفهم انك تكوني معصبة بس كمان ما فيكي ما تسمعيني. شو بدي اسمع كمان؟ هذه أول مرة بعرف انه أنا قوصت على أمير. كيف بدي أعرف؟ ما كنت قاشع قدامي، كان الدنيا ليل وعتمة، ما عرفت على مين قوصت. تاني شي لا بدي أوصى عليه، شو السبب؟ شو الغرض؟ قبل كنت تحكي وصدقك، هلأ خلصين. اسمع، وجهك ما بقى بدي أشوفه بحياتي، وعم تقعد مياده اوعى تجرب تقرب، عم تفهم؟